يعني في ناس يا كابتن هاني متوقع 4-3 يعني. انا وقفت عند 4-3 قلت يعني مباراه من الدوري الانجليزي. صعبه اكيد، بس لا على فكره ظروف الاتحاد يمكن البعض كمان مش عارف وضع الاتحاد في الجدول. الاتحاد عنده 14 نقطه، ايسترن كومباني يعني اخر حد من الثلاثه اللي تحت اول حد فيهم يعني عنده 10 نقاط. يعني القصه قريبه كابتن هاني، والاتحاد كابتن رمضان ممكن مع نتائج سيئه يلاقي نفسه في تحت اكتر، فاكيد هيبقى عنده دوافع زي ما كابتن هاني قال لحضرتك المدرب الجديد. ولكن عايزين نشوف المباراه دي ايه التشكيل اللي حضرتك تتوقعه وطريقه اللعب الانسب. يعني اولا يمكن موسيماني الحقيقه لعب مع عماد النحاس في الموسم اللي فات، لان عماد النحاس الموسم اللي فات غير عماد النحاس الموسم دوت. الحقيقه نادي المقاولين كان عمل مركز رابع ومركز خامس الحقيقه، وكان بيعمل مباريات على مستوى عالي جدا جدا الحقيقه. اعتقد ان الموسم ده نفس عماد النحاس، لكن الامور اختلفت بشكل كبير جدا. فهو يلعب فكر عماد النحاس وهو في الحاله اللي كانت عليها الحقيقه فرقه المقاولين، الحاله القويه جدا اللي كان بينافس على مركز رابع وفنش خامس حاجات كده الحقيقه، ولعب افريقيا والحاجات دي. فالمفروض ان احنا برضك نفس الحكايه، احنا يمكن في كل مبارياتنا اللي جايه احنا مش عاوزين ندي فرص الحقيقه وندي مساحات للفرقه ان هي تدخل الجيم تخش معانا في الجيم. لا، ده انا بضغط وبضغط، انا قادر كمان في الضغطه بتاعتي الحقيقه ان انا اسجل، لان ده مهم كمان، ومش انا بضغط وخلاص، لا انا بضغط بهدف ان انا هاني بجيب جول بجيب جولين، ودي في مباريات كتيره جدا خلاص بتحسم بيها المباراه مهما كان بقى الفرقه اللي قصادك الحقيقه. يعني يلعب 4-2-3-1؟ طبعا لازم يلعب. طب انا افشى محمد، طالما في حاله فنيه وبدنيه عاليه انا ما افكرش ان افشى يقعد خالص. يعني ولا حتى يجي في تفكيري حتى ولا 1%، لا قفشة طالما في فورمته البدنية والفنية يبقى قفشة لازم يكون موجود. وهقول لك حاجة، ولو أنا بلعب 4-3-3 أنا هغير طريقة اللعب عشان قفشة. أنت الفترة اللي فاتت المباراة اللي لعبها قفشة، أنت النهاردة بتوصل للجول كتير قوي، وقفشة نفسه بيعرف يجيب جول وبيعرف يصنع جول وبيعرف يعمل لك استحواذ، ده حقيقي. ودي أهم حاجة. من ميزة كمان موسيماني يا كابتن إنه ده اعتقادي ميزه كبيره جدا، انه فرقتنا تقدر تلعب 4-2-3-1، تقدر تلعب 4-3-3، 3-4-3، فدي ميزه ميزه طبعا مهمه جدا، انك من خلال المباراه تقدر بدون مشاكل تغير طريقه اللعب.